محافظ صلاح الدين يتابع الواقع التعليمي واحتياجات جامعة تكريت ويستمع لمطالب الأهالي بمنطقة المحزم. استعدادات أمنية بمحيط الخضراء مع حسم السودان 70% من طاقمه الوزاري استعداداً للتصويت عليها بجلسة السبت. سياسيون ومراقبون يرسمون خطاً مستقيماً بين تأجيل الانتخابات المبكرة وقدرة الحكومة المقبلة على التهدئة وتحقيق المطالب. توقعات بكشف فضائح مالية أكبر من صفقة القرن بالضرائب بتواطؤ متنفذين، وتطمينات بالسيطرة على الحدود العراقية السورية.